السلام عليكم. الهواتف القابلة للطي سنة بعد سنة في تطور مستمر، وسلطانة اللعبة بهذه الفئة هي سامسونج، واللي راح تعلن عن أجهزتها الأقوى بمجال الأجهزة المطوية وهي الزي فولد 3 والزي فليب 3. وسامسونج ناوية بهذه السلسلة تكسر الرقم القياسي بمبيعات الهواتف القابلة للطي، لأن بحسب تسريبات اليوم فراح تكون متفوقة والأرخص من الجيل الحالي. أنا محمد من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم. سامسونج بدأت مرحلة الانتاج الضخم او الماس برودكشن لهذه الشاشات، ووضح المسرب جون بروسر ان سامسونج تصنع ما بين 50,000 الى 70,000 جهاز قابل للطي يوميا، وهذا اعلى معدل لاي هاتف قابل للطي حتى الان. سامسونج حددت هدف بيع 7 مليون جهاز قابل للطي هذه السنة، لكن حتى تحقق هذا التارجت فلازم تخفض أسعارهم. وهنا عدة مصادر أكدت أنه سامسونج تنوي بأجهزتها الأقوى والأغلى في 2021 أن تجعلها أقرب نوعا ما للمستهلكين، هذا يعني أنه تجعلها أرخص. وبحسب عدة مصادر واللي آخرها من كوريا الجنوبية، تريد أن تجعل الجالكسي فولد 3 يبدي بسعر 1499 دولار، وزي فليب 3 يبدي بسعر 1199 دولار، وهذا يمثل انخفاض حاد جدا بأكثر من 20% من سعر الجهاز عن العام الماضي. وهذا الشيء منطقي لأن سامسونج سوت نفس الحركة بالاس 21. وبتسريب كبير اليوم تم الكشف عن المظهر الرسمي للزي فولد 3 والزي فليب 3، ومن الرندرات اللي شاهدوها أمامكم فسامسونج راح تجعل الزي فولد 3 يدعم الكتابة بالقلم الفولد أديشن، واللي صار حجمه أكبر لعدم وجود فتحات مخصصة مثل S21 ألترا، واللي راح يسمح لك بالكتابة على الشاشة الداخلية للفولد 3 واللي تم تحسينها لدعم الكتابة بالقلم. أما النقطة الأهم فهي كاميرا السيرفي الداخلية اللي راح تكون تحت الشاشة بالفولد 3. فبعد سنوات من الانتظار سامسونج وصلت لمرحلة النضوج بتقنية كاميرات السيلفي تحت الشاشة، ومعظم الأخبار والمصادر تأكد وجود كاميرا السيلفي تحت الشاشة بالزي فولد 3. وبتسريبات سابقة عن الشاشة أكدت وجود تحسينات عالية بالمتانة والصلابة وقدرة التحمل، فبحسب مصادر في كوريا أكدت أنه الشاشة راح تتحمل أكثر من 100,000 عملية طي، يعني أكثر من 100 مرة يوميا تطوي الجهاز لمدة 5 سنوات. الشيء الثاني الأهم أنه الشاشات الداخلية والخارجية راح تكون بتردد 120 هرتز وبدقة 2K Plus Dynamic AMOLED بمقاس 7.6 إنج مرحلة الطي، وبمقاس 6.23 إنج الشاشة الخارجية. أيضا الأخبار الخاصة بالأتات الصلب أكدت استخدام سامسونج بالزي فولد 3 معالج من كوالكوم لسناب دراجون 888 وبرامات 12 أو 16 جيجا بايت، وبمساحة داخلية 256 أو 512 جيجا بايت. آخر شيء بالزي فولد 3 هو المعلومات الخاصة بالبطارية، واللي بحسب بعض المصادر وضحت أنه راح تكون بقدرة 4400 ملي أمبير وبشحن سلكي سريع بقدرة 25 واط. طبعا أصدقائي هذه هي كل المعلومات اللي حصلنا عليها عن الزي فولد 3 والزي فليب 3، واللي موعد إعلانهم الرسمي راح يكون في بداية شهر 8. شكرا لكم لحسن متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. في أمان الله.